المهم مرحبا بك في الفلوق. اليوم ان شاء الله عندنا طورسو الظهر كامل، لومبير طورسو الكتف اللور، وان شاء الله غنوريكم الفطور. هاد الشوفان هذا داير غير 10 دراهم ورقيق، يعني زوين بحالو بحال داك الصفر. الصفر دابا ولا كيدير 15 درهم في المرجان. هذا بغيتي غطلع لي كراج علال الرحبة. عندنا 3 ديال البيضات، شوفوا عندنا الشوفان هاهو. شو الدراري، هنا عندنا تقريبا 70 غرام 80 غرام، هاديك الشريدة الصغيرة مكنعرفهاش. المهم اللي حداها 50 غرام، المهم 100% غتكون هنا 80 غرام. هي الشوفان على الصباح، هنايا عندنا 3 ديال البيضات. ها الطريقة الدراري، شو تخوي الشوفان في البيض، أنا نوريكم. هاي الدراري كيتخلطو مزيان هاكا، هانتوما الدراري في الاخر كيولي بحال هاكا. دير المقلاق واحد سيد العود، لا تاخد الدراري، يعني كدير واحد 10 غرام يزيد العود. هانتوما الدراري بحال هاكا، هادي هي الطريقة لي كندير. هانتوما الدراري كي كيجي، شو أنا عندنا عصير ديال الليمون، هدا هو الفطور الدراري. فلاماس على قبل ديك الصفر ديال البيض، حنا ناكلو كلشي الدراري، يعني ناكلو كلشي فلاماس. في لاصيش ديك الساعة كتقلب بحال دابا الفطور بميتال فلاصيش، كدير 10 ديال بياض البيض بوحدو 100 غرام شوفان. هاديك الصفر كتعطي للدار، ما تلوحوش النعمة ديال ولد ولا الشعر، راه في الصحة الدراري سبحان الله اللي مو تخلق للشعر، ولكن حنا في لاماس ناكل كلشي. المهم الدراري كيقولو ليا كدير ميزيك عندها حقوق، إذا هو خويا انا مكندير ميوزيك عندها حقوق خير باش نتوما تفرجوا في احسن فلوق، ماشي زعما باش نتخلص ندير هاد لاشين باش نتخلص. الفلوس اللي تعطيني يوتيوب نعطيها بالدوبل، واش دريه ديالو ما يديرش زعما ناخذوش من عندهم حنا كاع فلوس. هذا هو الموضوع اللي كاين، ماشي زعما بنادم كيقول لي بحال انا مكلخ ما عارف داك ميوزيك عندها حقوق، عارف كلشي، ولكن كمان اللي لكم فلوق يكون زوين وانتوما باش ترتاحوا فيه. المهم الدراري دابا غادي قاصدين لاصال، هاهو المبتدئ اللي قلت ليكم كاميرا مان، شو هذا هو اللي كيطلع لنا فلوق الفرقعي. المهم نتلاقاو في لاصال.
comme à la salle. On va y faire un sérieux flow, Inch'Allah. J'ai mis des grands de rose. باقي شي 3 غوبا ان شاء الله. مهم تناولنا في فلوق اخر ان شاء الله وغيكون ديما الجديد. وميرسي على كل شي، تشجيعات ديالكم، شكرا بزاف.